أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن عربية لا يمكن تتنسي من الذاكرة. العربية هي بيجو 504 الدبابة. ابقوا معنا. البيجو 504 أقوى وأجمد عربية في تاريخ مصر الحديث. الفيديو ده في 2018 ولسه لغاية النهاردة بنتكلم على البيجو 504 سواء كانت موديل 78 أو 79. يا ترى ليه؟ لأن البيجو 504 طب ما تيجي نشوف. طبعا هنلاقي الشكل الانسيابي الجميل والرائع، خفة الدم، قوة في نفس الوقت، العربية البيجو 504 اتباع منها اكتر من 3 مليون في اوروبا، بالاضافة طبعا الى المراكز التجميع حول العالم، الارجنتين، في كينيا، في جنوب افريقيا، نيجيريا، اسبانيا، حتى الصين كان فيها، بالإضافة طبعا لمصر. هل ممكن نسمع صوتها؟ مزيكا مزيكا. وزن العربية حوالي من 1200 ل 1300 كيلو جرام. طبعا احنا شايفين قد ايه هي مستقرة على الطريق. الماتور، خلينا نبص بس على الماتور، نفتكر بيه حاجات كتيرة. طبعا كلنا حافظين شكل الماتور ايه، الرادياتير، البطارية، سير التقسيمة، البوجيهات، زيت الفرامل. طبعا اي حاجة كانت بتتغير فيها كنا بنخلي القطع الغيار القديمة خليها معانا، فطبعا احنا حافظين شكل القطع الغيار حتة حتة. نظيفة، عربية نظيفة خالص. شوف يعني حتى وهو حاطط مزود هو كشافات قدام شكلها زي العسل. نبص بصة على، طبعا كلنا هنفتكر هو كان نفس النوع ونفس اللون بتاع العربية اللي كانت عندنا، برضو هو البني اهو، اهو باين اهو اهو. طبعا عربية اوتوماتيك. ادي الكنبة الورانية، طفاية السجاير، الشنطة يعني كانت تشيل اي حاجة، عمرها ما قالت لا او ما تعرفش تدخل فيها شنطة سفر، مش ممكن، لا يمكن. بص كبير، بص الشنطة، ايه ده كل ده، بص الشنطة، بص العربية. ده منظر تاني للكنبة اهو، الكنبة الورانية اهو زي الفل. لو كان عندك عربية اللون مختلف اكتب في الكومنت، لو انت كان عندك عربية كان لون مختلف عن ده، هو ده اللي كان موجود، هو ده الدركسيون، نفس الدركسيون، هنشوف دركسيون مختلف بس هو ده نفس الدركسيون اللي كان موجود.
ادي منظر التابلو، ادي منظر التابلو العربية. طبعا زي ما قلنا دي عربية اوتوماتيك، فيش دبرياج طبعا، عربية اوتوماتيك، بنزين وفرامل بس. ادي منظر تاني من بره. طيب العربية الستيشن هما بيسموها بريك، بيجو 504 بريك، طولها حوالي 4 متر و80 سنتي، لكن العربية العادية طولها 4 متر و40 سنتي. دي لقطة من فيلم البنات عايزة ايه. اول تاريخ عرض ليه كان في سبتمبر سنة 1980، فاحنا بنتكلم في نفس الفترة الزمنية. الفنان احمد عدوية بينزل، 4 هيركبوا العربية، وفي واحد اوريدي اهو هيقفل الباب، 5 جوه العربية. شوف الفنان احمد عدوية هيطلع ازاي بالعربية، هيشد ازاي بيها. شوف سحب، ايه ده؟ فقرة التخميس. افتري يا مفتري، افتري. خش العربية. ايه ده؟ بعد فقرة التخميس محتاجين بقى ايه؟ ان احنا ريلاكس. بص الجمال، فراشة. قمة التجميل. شوف المطب الصناعي بقى، بص هتعمل ايه؟ بص الدلع. ده شكل تاني من الدركسيون، يمكن ده يمكن اقدم شوية. طبعا الكشافات الاصفر معرفش في ناس شافتها ولا لا، طبعا انا شفتها كذا مرة. ده صديقنا سامح وصاحبته، قصدي زميلته سهام، بيفرجون العربية بتاعتهم. بص الجمال. مفيش انسيابية اكتر من كده. شوف اللقطة، معرفش انها، شوف اللقطة واخدها منين هو. طبعا مستمتع هنا سامح، مستمتع بالعربية. بص الجمال. وردة في بستان. بص وسط جمال الطبيعة، هي مفيش احلى من كده. لقطة تاني. ادي منظر تاني العربية. بص حاطط الكاميرا فين؟ بص تمام. كل ما توحشك العربية 504 اتفرج على الفيديو ده. يا رب يكون الفيديو عجبكم. مفيش مانع ان احنا ندوس لايك ونشير الفيديو. اشكركم.